شباب، ان شاء الله هنبدا دلوقتي شرح المحاضره الثالثه. تمام، قبل ما نبدا ان شاء الله يعني هنقول الدعاء اللي انا بتفائل بيه. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بطاعتك والسنتنا بخشيتك، انك نعم المولى ونعم المصير. هنبدا بقى ان شاء الله. اول حاجه لما انا شفت الفايل يعني الطباعه، بعدين لقيته 6 صفحات، فوالله انا اتخضيت يعني زي ما معظمكم اكيد خضة يعني كده لما شاف 6 فوق يعني كده. بس احب اسهل لكم الموضوع اللي هو اصلا يعني محاضره سهله وبسيطه، وكمان معظمها امثله يعني الحمد لله. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انا جمعت الحاجات اللي هنتكلم فيها، تمام، اللي هو عشان تطمنوا من البدايه اللي احنا مش هنتكلم عن حاجات كتير. تاني حاجه في الاخر ان شاء الله هنقوم جايين مجمعينهم كده بسرعه 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 في 2 3 دقايق بالكتير ان شاء الله. تمام تمام. اول حاجه، اول نقطه هنتكلم عليها ازاي انا سبورت ماي براكتس. تمام. تاني حاجه ايه هي البايكو. تالت حاجه ازاي يعني عندي 7 خطوات عشان اوصل للبرفكت بايكو. تمام. ندخل بعد كده عندي يعني عندي اربع كومبوننت للبايكو. تمام، وبعدين اللي هو السمري اوف تريتمنت كويشن، وبعدين الار اكس ايديوكيشنال بريسكريبشن. تمام تمام، هنبدا بقى ان شاء الله. بص يا شباب، اول حاجه انا دلوقتي عايزه اسبورت ماي براكتس. ايه اصلا خليني اسبورت ماي براكتس؟ انا دلوقتي قرات النهارده، دلوقتي مثلا دكتوره متخرجه على خير ان شاء الله يا رب بقى. تمام، وبعدين قرات النهارده مثلا بيبر، وبعدين عرفت مثلا ان هو انا فعيان مثلا وليكن هايبرتنشن، لو اديته الدواء ده بدل الدواء اللي انا بديهوله اللي هو الدواء المعتاد يعني كده، فاللي هو هيكون افضل له مليون مره. تمام، فتاني يوم انا بدي العيان الدواء، فالدكاتره اللي معايا استغربوا وكذلك برضو العيان. فبعدين ايه ده، ازاي دكتور تعمل كده والكلام ده؟ فبعدين قمت جاي قلت لهم ايه الدليل اهو. طب انا اصلا جبت الدليل ازاي؟ تمام، اول حاجه من خلال حاجتين، ان انا بحدد الموضوع اصلا، وبعد ما احدد الموضوع اللي هو مثلا هايبر تنشن. تمام، بعمل بكون السؤال عن طريق البايكو كريتيريا اللي احنا هنتكلم عليها، وبعدين ببحث عن الدليل بالبايكو دي. تمام تمام، لحظه الاذان. تمام، يبقى انا كده اتكلمت على اول نقطه قلنا عليها من الـ6 اللي هو ازاي انا سبورت ماي براكتس دوت عن طريق حاجتين. تمام، اول حاجه اللي انا هلاقي اصلا يعني معلومات متعلقه باللي انا بقوله. تمام تمام. طب انا هلاقي ازاي؟ اول حاجه انا هحدد الموضوع وقلنا وليكن هو الهايبرتنشن. تاني حاجه اللي انا هكون السؤال بتاعي عن طريق على هيئه البايكو كريتيريا. تالت حاجه اللي هو انا بلاقي اللي هو الدليل بتاعي. تمام، لما ببحث عنه بالسؤال. تمام، ببحث عليه فين؟ على الداتابيز اللي هناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه. تمام تمام، ايه هي اصلا البايكو كريتيريا؟ بصوا، فاكرين لما احنا كنا اخدنا في مديول الكوميونتي قبل كده اللي هو كان بتاع البحث برضو، اللي هو انا عندي سؤال بحث لازم يكون سبيسيفيك بالظبط. هو البايكو كريتيريا ديت اصلا ديت عباره عن ستامب. تمام، الستامب ديت بتسعى انها يعني انها تكوني اجابه سبيسيفيك. تمام تمام، يبقى هي عباره عن اول تكنيكال كويشن. تمام، بتسعى لسبيسيفيك انسر. تمام تمام، ندخل بعد كده. طيب علشان ان اوردر تو براكتس ايفيدنس الاي بي ان. تمام، اول خطوه ايه؟ لحظه، علشان امارس اللي هو الاي بي ان اول خطوه لازم احول اللي هو المقابله ما بيني وما بين زمايلي الدكاتره يعني وكده دي كلينيكال كويتش. تمام، انا بحولها عن طريق البايك كويتر. وبعدين احنا قلنا ده تعريف وده تعريف، والله كنت معلمة على الحاجات دي في اول فيديو بس خير بقى. فدوت احنا كنا قلنا ده تعريف وده تعريف. تمام تمام، التعريف التاني دوت عباره عن ابروتش. الابروتش دوت كوني فيه الاربع حاجات اهو، البي بيشنت، الاي انترفينشن، السي كومباريتور، الاول اوتكم. تمام تمام، يبقى احنا كده سبحان الله خلصنا حاجتين. اول حاجه اهي لو مش مصدقين، اول حاجه ده سبورت ماي براكتس ان انا هلاقي اصلا الدليل، وقلنا هنلاقي الدليل ازاي، الاقي الموضوع، اعمل كويشن وبعدين نبحث عليه. قلنا بعد كده البايكو كريتيريا، قلنا التعريفين بتوعه اللي هو الاستامبا اللي بتدور لي على السبيسيفيك انسر. تاني حاجه يا رحمه اللي هي اصلا اللي هو بي اي سي او. تمام، اللي هو بيشنت انترفينشن كومباريتور اوتكم. تمام، ندخل بعد كده على الـ7 خطوات اللي انا اوصل بيها لبيرفكت بايكو سيرش. تمام تمام، اول حاجه انا بكون البايكو كويشن. تمام تمام، تاني حاجه انا بعرف الكيوردز. ايه الكيوردز؟ اللي هي الكلمات المفتاحيه. بصوا يعني مثلا اهو، تمام، دي مثلا الكيوردز، ومش دي كلها يعني. مثلا ايه، انا لما هاجي اكتب مش هكتب ده كله يعني، مثلا مش هكتب مثلا ايه ريديوسنج فيفر، انا هكتب فيفر بس، فاهميني؟ بس الكلام ده يعني.
تمام تمام وهنفهم برضو الكلام ده بعدين في المحاضرة اللي بعد الجاية إن شاء الله. تمام تمام نعمل بعد كده اللي هو بلين ذا سيرش استراتيجي. أي حد بديهي هيقول لي إيه؟ ما هو أصلا البايكو هي أصلا السيرش استراتيجي. أقول لكم في المحاضرة اللي هي الجاية إن شاء الله هنعرفها يعني كده، اللي أنا بكتب في البوكس بتاع السيرش يعني مش بكتب اللي هو الاسم بس، يعني مثلا مش بكتب الهايبر تنشن بس، مش بكتب الفيفر بس، لا أنا بكتب المرادفات بتاع الكلمة دي كمان. تمام تمام ندخل بعد كده مثلا اللي هيكون مثلا حضر المحاضره ويقول ان حضرت المحاضره والدكتور ما لقاش، لا الدكتور قال ساعتها ما قال المش ترم. تمام تمام ندخل بعد كده اللي هو انا هنفذ السيرش بقى. انا دلوقتي فتحت فايل وورد وكتبت فيه كل المرادفات وخلصته، وقام جاي واخدها كوبي بيست وكده وانفذه اكتيفيكيت ديت، يعني اللي هو ينفذ يعني كده، وبعدين اعدل الريزلت بقى وكده. وديت يعني لسه محاضره لوحدها الدكتور قال كده، بس خلاصة يعني كده ان انا بوصل الاجابة احنا قلنا ايه سبيسيفيك. تمام تمام وبعدين براجع الدراسات اللي قبل كده، وان كلمة ريتريشر ديت لما كنا واخدينها ساعة الكوميونتي مش اللي هي ادب، هي اللي هو الدراسات السابقة يعني وكده، وبعدين بشوف الدليل يعني بتاعي كده. تمام سبحان الله كده خلصنا ثلاثة، يبقى ناقص ثلاثة. تمام تمام ندخل بعد كده عندي اللي هم الاربع كومبوننت بتاع البايكو. تمام البي بيبيليشن، الاي انترفينشن، السي كومباراتور، والاو الاوتكم. البيشنت تمام هم الناس اللي انا مهتم بيها، الناس اللي انا مستهدفه في الدراسه بتاعتي. تمام يعني دلوقتي بعمل دراسه انا مستهدفه فيها الناس بتوع الهايبر تنشن، يبقى اللي انا البيبيليشن بتوعي الهايبر تنشن، الهايبر تنشن بيبول. تمام تمام طب الانترفينشن انا دلوقتي شغاله على دراسه مستخدمه فيها الاسبرين. تمام تمام دوت احنا بصوا الانترفينشن هنا معناها التداخل، انا تدخلت بايه؟ تدخلت مثلا بانترفينشن تريتمنت الاكسبوجر مثلا، اللي انا بس الاكسبوجر دوت بالذات لو هي حاجه ريسك بتكون يعني نادره زي مثلا السموكينج. تمام فاهميني، وهناخد برده امثله على الاكسبوجر برده. تمام تمام فالمهم ان نعرف اللي هو الانترفينشن هنا معناها التداخل. ندخل بعد كده انا عندي اللي هو الكومباراتور. الكومباراتور دي الحاجه اللي انا بقارن بيها او البديل. تمام تمام ندخل وهناخد برضو امثله فما نقلقش. تمام ندخل بعد كده انا عندي اللي هو الاوت كام، النتيجه اللي انا مهتم بيها، سواء انا مهتم بالنتيجه اللي هو العيان يقصدها او او النتيجه اللي انا اقصدها. زي مثلا مثال يعني وهناخده دلوقتي، انا جاي لي عيان معاه اللي هو الفيمورال هيد مقطوره، تمام بفيمورال هيد فراكشن. تمام فانا قدامي حاجتين، اول حاجه لا اما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الهيب ديسبليسمنت كلها، تمام او اللي هو اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. ممكن برضو ندعي يعني الكسمه الدكتوره عشان انا بحبه قوي. تمام تمام كلنا بنحبه يعني ما شاء الله عليه. تمام فدلوقتي انا الدكتور هدفه هنا ايه؟ هدفه الفيكسيشن، بس العيان مش همه الفيكسيشن، العيان همه اللي هو يتحرك امتى، هينزل الشغل امتى، فاهميني؟ تمام فمثلا وبرضه هيكون همه مثلا هو هيموت ولا يعيش، التكاليف، الكومبليكيشن، الكلام ده. تمام تمام سبحان الله سبحان الله يا رب. يعني احنا كده خلصنا ما شاء الله اربع حاجات يا ربي علينا الحمد لله يعني. تمام نبدا بقى دلوقتي ان شاء الله بالامثله. الامثله والله هي اللي هتاخد وقت مننا، بس والله هتوضح ليها الدنيا. تمام تمام اول حاجه انا عندي اللي هو المثال الاول. تمام هو دكتور مهتم اللي هو يعرف اللي هو الايبيفورين هو افضل من الباراسيتامول اللي هو يقلل لي الفيفر في الاطفال اليونج شيلدرن. تمام تمام فانا دلوقتي عندي البيشنت هنا مين؟ الدكتور مستهدف مين؟ مستهدف الاطفال، مستهدف الاطفال هم فين؟ والماوس فين؟ اهو مستهدف الاطفال اللي هم عندهم فيفر، يبقى يونج شيلدرن وذ فيفر. تمام تمام ندخل بعد كده طب انا هو اصلا هيتدخل بايه؟ هو عاوز يشوف ايه؟ عاوز يشوف الايبيفورين. تمام تمام هيقارنه بايه؟ بالباراسيتامول. تمام تمام طب الهدف ايه؟ اللي هو يقلل لي الفيفر. سبحان الله كده خلصنا اول مثال. تاني مثال بيقول ايه؟ بصوا هي خلصت الليله دي يعني الكل دي كلها ايه؟ لو دلوقتي عيان دي في تي تمام، بس مش عيان دي في تي عادي، لا ده معاه ليج ألسر. تمام الدكتور كان بيديله اللي هو الستاندرد تريتمنت اللي هو عنده يعني مش عارفه انطقه كله، فهنقول لبنته. تمام اللي هو بيديله بنته. تمام يا نهار ابيض انا بقول ايه؟ تمام هنقول لبنته، يا ربي بنت نمشيها بنت، بنته ايه ماشي نمشيها بنت. تمام تمام فلما هو اداله بنته هو ما اتحسنش. تمام حلو فلما هو ما اتحسنش فالعيان سمع اللي هو لو يعني اللي هو العسل، فانا بصراحه مش عارفه العسل هيشربه ولا هيحطه، نقول مثلا ان هو هيشرب ان شاء الله. تمام فايه هو سمع اللي هو لو شرب عسل اللي هو يتحسن، فالدكتور
يعني كل اللي يهم الدكتور ايه؟ ان العيان يتحسن، ده بالظبط اللي هيحصل. تمام؟ تمام. فقام جاي قايل له ماشي انا هبحث لك واشوف لك. طب انا عندي العيان هنا، هو هيستهدف انهي فئه؟ هيستخدم العيانين الدي في تي بس؟ لا، هيستخدم العيانين الدي في تي اللي معاهم ليج ألسر. تمام. طب الانترفينشن الجديد اللي الدكتور مهتم بيه، اللي هو عاوز يعرف اللي هو هيكون اللي هو العسل. تمام. الكومباريتور جروب اللي هيقارن بيها البنته. تمام. الاوت كام اللي هو كل اللي هيهمني العيان يخف هيلينج بس. هو ده كده تاني مثال. تمام. ندخل بقى اللي هو المثال بتاع توتال هيب ريبليسمنت از بوت از بيتر بلان من اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. وده قسم التروما تاني. ات فيكسنج ديسبليسد فيمورال نيك فراكشر. تمام. بصوا المثال ده ايه دلوقتي؟ هو واحد جاي لي بفيمورال نيك فراكشر. تمام. فانا عاوز اشوف ايه انهي الافضل للفيكسيشن، اللي هو التوتال هيب ريبليسمنت ولا الاوبر ريدكشن من اند انترنال فيكسيشن. تمام. فانا هنا انا عندي، انا هستهدف مين؟ انا هستهدف اللي هو الناس البيشنت اللي هم ايه ديسبليت فيمورال نيك فراكشر. تمام. الانترفينشن العلاج اللي هو انا عايزه انهي الافضل، اللي هو توتال هيب ريبليسمنت. تمام. الكومباريتور جروب اللي هو اوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. طب الاوت كام؟ النتيجه عندي فيكسيشن. انا عايزه اشوف اوصل انهي الافضل من ناحيه الفيكسيشن، انا مهتم بايه؟ بالفيكسيشن. تمام. ندخل بعد كده عندي اللي هو المثال الرابع، الرياضه هي هتمنعني الاوبستي في الاطفال. تمام. انا دلوقتي عندي، انا هدخل مين معايا؟ هدخل الاطفال. تمام. هخليهم يعملوا اكسرسايز. تمام. جروب هيعمل اكسرسايز وجروب مش هيعمل اكسرسايز. تمام. واشوف النتيجه انهي، يعني لما هم عملوا اكسرسايز الاوبستي في المجموعه دي قلت من المجموعه دي. استنى عشان نفهمها اكتر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عندي تو جروب. تمام. الاثنين شيلدرن. تمام. جروب انا هخليه يعمل اكسرسايز وجروب مش هخليه يعمل اكسرسايز، واشوف النتيجه مين، انهي فيهم اللي هتقلل لي نسبه الاوبستي. تمام. فهنا هيكون مثلا اللي هي نو اكسرسايز. تمام. وعادي ما نكتبش وانا عارفها بعد كده، مش لازم البايكو كريتيريا عندي تكون كامله، عادي اللي هو سي ما تتكتبش. تمام. بس كده يا شباب خلصنا المثال ده الحمد لله. كنت خايفه والله، يعني المثال ده بالذات ما تفهموش يعني. تمام. ان شاء الله يا رب يعني تكونوا فاهمين. تمام. ندخل بعد كده انا عندي اللي هو كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. تمام. هيحسنني اللي هو السيلف استيم في الادلت ويز ايتنج ديس اوردر. بص يا شباب، انا دلوقتي انا عندي ادلت ويز ايتنج ديس اوردر. تمام. انا عايز اشوف اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي كنا اخدناه في المديول السايكاتريا هيحسنني السيلف استيم ولا لا. تمام. فانا عندي اول كده، اول حاجه انا هستخدم انهي ناس؟ انا هستخدم الادلت ويز ايتنج اوردر. تمام. طب الانترفينشن عندي هيكون ايه؟ الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. طيب المقارنه مثلا اللي هو مش هياخد كوجنيتيف عادي، وعادي ما اكتبهاش والله اهي انا معلماها مش تمام، هو انا عارفها. والاوت كام اللي هو هيطور لي اللي هو السيلف استيم. فمتايمز مش كل العناصر بتاع البايكو لازم تكون موجوده. تمام. هو هيعتمد على السؤال اكتر. تمام. سبحان الله يا ربي، احنا كده خلصنا اربع حاجات، ناقص حاجتين وخدنا الامثله بتاعتها كمان يعني ما شاء الله. بص يا شباب، احنا قلنا الانترفينشن هنا ايه؟ الانترفينشن هنا في البايكو كريتيريا تداخل مش تريتمنت. تمام. نو تريتمنت. عشان كده احنا هناخد امثله اللي هو مثلا ممكن نسال في يوم مثلا عن الايتيولوجي، ممكن نسال في يوم عن الدايجنوستس، وممكن نسال في يوم عن البروجنوستس. بس عايزه اقول لكم برده على حاجه يعني لطيفه يعني وكده اللي هي ناقصه في المحاضره يعني عشان تطمنوا. اول حاجه احنا هنتكلم عن الايتيولوجي وهناخد الامثله بتاعتها في مربع كده، الدايجنوستس وهناخد الامثله بتاعتها في مربع كده، البروجنوستس الامثله بتاعتها في مربع كده، وكل حاجه عليها لها امثله، وبعدين رباعيه الصفحه صغير وكده خلاص الليله خلصت على خير يعني ان شاء الله. تمام. فنبدا اول حاجه عندي بالايتيولوجي. تمام. فانا عندي الايتيولوجي بيقول لي ان اللي انا هسال فيه الايتيولوجي اللي هو لما اتعرض الريسك فاكتور دوت حصلت حاجه معين. بصوا كمثال يعني كده لطيف يعني كده، اللي هو اللي احنا حافظين اللنج كانسر ريسك فاكتور، السموكينج ريسك فاكتور للنج كانسر. تمام. فنبدا اول حاجه اللي هو الايتيولوجي هيشمل ايه؟ هيشمل الدراج، الكلينيكال ثيرابي، السيرجري الجراحه مثلا، اللايف ستايل، السوشيال والسيرفيس. تمام. فانا كنت عاملها برده في ايه؟ كنت عاملاها بسم الله الرحمن الرحيم 3 اس سي دي اي سي دي ال
عارفين كيو اي سي دي ال صح، فاللي هو هناخد سي دي ال بس، والتلاته اس، تلاته اس واحده اللي هو كانت السيرفيس تقريبا، والتانيه السيرجري، والتالته اللي هي السوشيال، والسي اللي هي دي كانت الكلينيكال ثيرابي، والدي اللي هي الدراج، وقلنا اللي هو السي والدي. قلت يعني في استغفر الله العظيم كنت يعني سجلت قبل كده يعني، بس خير يعني ان شاء الله. تمام، فاحنا قلنا اللي هو السي والدي نفس الحاجه، اللي هو السي اللي هو كلينيكال ثيرابي، والدي اللي هي الدراج، وبعدين قلنا ان اللي عندي هي اللايف ستايل. تمام، واحنا كده خلصنا الحمد لله النقطه دي. تمام، فقلنا هنبصمجها في ايه، 3 اكس ما ننساهمش تاني، وسي دي ال 3 اكس سوشيال وسيرفيس وسيرجري، وبعدين السي دي ال قلنا الكلينيكال ثيرابي والدراج واللايف ستايل. تمام، هناخد بقى الامثله ان شاء الله، الايثيولوجي او الريسك فاكتور او الهارت. تمام، ندخل اول حاجه. انا عندي اول مثال بيقول لي دلوقتي انا عندي بوست من بودله الومن. البوست من بودله الومن دي كانت بتستخدم اللي هو هرمون ريبليسمنت ثيرابي. تمام، لما او هي استخدمته يعني، فدوت ريسك ان هيجي لها بريست كانسر ولا لا. فدلوقتي انا عندي ايه، مين العيانين اللي انا هستهدفهم؟ انا هستهدف اللي هي البوست من بودله الومن. تمام، هي اخدت ايه، بصوا هي اخدت هنا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، ما ينفعش اقول عليه تريتمنت، ما ينفعش اقول عليه ده ثيرابي، لا انا هقول عليه دوت هو الايتيولوجي، دوت الهارم. تمام، ده ريسك فاكتور. تمام، ده هيضرها، ده احتمال يجيب لها بريست كانسر. انا لسه ما اعرفش النتيجه بس انا هسال عليه، فهمتوني؟ فاللي هو عندي اول حاجه، انا عندي اللي هو البيشنت اللي هو بوست من بودل وومن. تمام، الانترفينشن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ده مش اسمه، ده مش انترفينشن، مش اللي هو الدراج، ده اللي هو الاكسبوجر. وانا قلتها والله اهي، قلتها بسم الله الرحمن الرحيم. هي فين؟ اهي الانترفينشن، هنا معناها تداخل، قلنا انترفينشن او اكسبوجر. تمام، ندخل بقى ان شاء الله اهي. وبعدين الكومبارز جروب مفيش يعني، هي ما اخدتش ثيرابي يعني كده، والنتيجه اللي هو البريست كانسر. تمام، هشوف يعني الاوت كام هيحصل ولا مش هيحصل. تمام، تاني حاجه اللي هو بيقول لي بقى ايه، دلوقتي انا عندي اللي هو الاكسبوجر تو راديشن ان الاتموسفير. تمام، دوت ريسك فاكتور للشايلد هود لوكيميا. من شايلد هود عرفت ان انا هستهدف الاطفال. طيب الاطفال هيتعرضوا لايه؟ هيتعرضوا لراديشن ان الاتموسفير. تمام، هي دكتوره كابر راديشن، بس دكتور محمد يعني هو بيشرح يعني في المحاضره قال هو اي راديشن، لا الراديشن بتاع الاتموسفير. تمام، عشان ايه؟ عشان يستبعد عن الناس اللي هي اصلا شغاله في حته الاشعاع يعني والكلام ده. تمام، الكومبارتيف جروب مش هيتعرض. تمام، وقلنا اصلا مش شرط ان احنا نكتبها. طب الاوت كام اللي هو هيحصل لوكيميا ولا مش هيحصل لوكيميا؟ تمام، ندخل بعد كده. عندي بيقول لي هل السموكينج انكريز ذا ريسك. تمام، يعني اللي احنا حافظين انكريز ذا ريسك بتاع اللنج كانسر في الادلت ولا لا؟ تمام، اول حاجه عندي اللي هو العيانين اللي انا هستهدفهم من ايه، ان هو الناس الادلت. تمام، الانترفينشن هنا انا هخلي بص ديت نفس بتاع الشيلدرن بالظبط، انا فاهمها. تمام، انا دلوقتي عندي جروب من الادلت، الجروب ده هقسمه الاثنين، جروب هيتعرض للسموك وجروب مش هيتعرض للسموك، وهشوف النتيجه، هشوف اللانج كانسر هيزيد هنا ولا مش هيزيد. تمام، وهشوف برده هنا اللانج كانسر هيزيد ولا مش هيزيد. تمام، بس هو دوت الهدف بتاع ال يعني البايكو كريتيريا دي. تمام، فانا هشوف اللي هو هل السموكنج هيزود لي اللنج كانسر ولا لا. تمام، ندخل بقى بعد كده. عندي اللي هو الدايجنوزيس كويتشن. تمام، احنا اتكلمنا ايه دلوقتي يا رحمه؟ اتكلمنا عن اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الايتيولوجي، قلنا ايه الايتيولوجي 3 السيرجري والسيرفيس والسوشيال والسي دي ال. تمام، الكلينيكال ثيرابي والدراج قلنا نفس الحاجه واللايف ستايل. تمام، نبدا بقى ان شاء الله دلوقتي ب اللي هو الدايجنوستيك كويشن. الدايجنوستيك كويشن دوت اللي هو ايمجينج او بايو ماركر او ميجر اوف بادي فانكشن والفيزيكال اكزامينشن والجينيتك تيستينج. تمام، فاللي هو الايمجينج اللي هي بتاع الاكس راي سي تي والكلام ده، البايو ماركر حاجتين بالبي، البايو ماركر والبادي فانكشن. تمام، ندخل بعد كده عند الفيزيكال اكزامينشن والجينيتك تيستينج. عايز اقول لكم احنا ان شاء الله يعني مش هننسى اللي هو الايمجينج، وكمان اصلا يعني تحسوا الدايجنوز حاجات احنا يعني متوقعين انها دايجنوز، يعني مثلا الايمجينج مش هننسى لان فيها مثال، فيزيكال اكزامينشن برده ان شاء الله مش هننسى لان ليها ليها هنا يعني مثال عليها يعني الحمد لله. تمام، فانا عندي ايمجينج و2 بي باي ماركر وبادي فانكشن، وعندي الاكزامينشن وجينيتك تيستنج. تمام، ندخل بقى اول حاجه دلوقتي. انا عندي اللي هو الدايجنوستيك كويشن، اول حاجه بيقول لي اول مثال يعني بيقول لي ايه، ان الدايجنوستيك فاليو بتاع الفيزيكال اكزامينشن في إيه؟ بتقدر تحدد لي يعني انا عايز اشوف ايه في تحديد اللي هو البلمونري هايبرتنشن.
انا دلوقتي عايزه اشوف اللي هو الميديكال اكزامينشن دلوقتي، هتقدر تحدد لي الهايبرتنشن ولا لا؟ تمام. فهنقول اول حاجه انا عندي العيانين اللي هو بالمرني هايبرتنشن، تمام، انا هعمل لهم فيزيكال اكزامينشن هشوف الدايجنوستيك فاليو. تمام تمام ندخل بقى بس. تمام هنبدا بقى دلوقتي ان شاء الله على السؤال التاني، ان يعيد برضو ديت الاول. بيقول لي دلوقتي انا عايز اشوف اللي هو الدايجنوستيك فاليو تمام بتاع الفيزيكال اكزامينشن، اللي هو يعني انا عايز اشوف اللي هو القيمه بتاعتها. احنا اصلا كنا الدكتور قال لنا احنا بنقيس الدايجنوستيك فاليو على طريق اللي هي اكيوريت ولا نون اكيوريت، وقال لنا هنعرف كده بقى يعني ازاي بنعرف انها اكيوريت بعدين. تمام تمام. فاول حاجه انا عندي العيانين اللي هو بالمرن هايبرتنشن، تمام. تاني حاجه انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم فيزيكال اكزامينشن، تمام، انا هشوف الدايجنوستيك فاليو هي سواء هي كانت اكيوريت ولا نون اكيوريت. تمام تمام. ندخل بعد كده بيقول لي كان الالترا ساوند اكيوريت ديتكت الاوبستراكتيف بيلوري ديزيز. مش بس كده، مش في العيانين دي بس، اي لا ده مع عيانين معاهم اكيوت ابدومن البين. تمام تمام. فاول حاجه انا عندي العيان ايه؟ عيانين معاهم اللي هو اوبستراكتيف بيلوري ديزيز وبرده اكيوت ابدومن البين. طب انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم الترا ساوند. طيب الاوت كام بتاعتي اللي هي دايجنوستيك فاليو؟ مش عارفه هم كاتبينها واتمسحت مثلا مني في المره الاولانيه ولا، بس خير يعني ان شاء الله. تمام تمام. ندخل بعد كده عندي اللي هو المثال الثالث وبعدين الرابع. فين يا جدعان؟ التالت اخر حاجه الحمد لله انا اتخضيت. تمام. هو سنسيتيف از ذا انيشال الاي سي جي، تمام، في اللي هو يتنبأ لي بالاكيوت مايوكارديال انفاركشن في العيانين بتيبكال شيست بين. فهي دلوقتي عندي عيان اصلا عنده تيبكال شيست بين، انا عايز اشوف الانيشال الاي سي جي هيقدر يحدد لي اللي هو العيان ده عنده اسمه ده اكيوت مايوكارديال انفاركشن ولا لا. تمام تمام. بص هو بريدكتنج ديت معناه ان هو لسه ما ظهرتش حتى الاعراض، بس هنشوف يعني اذا عارفين احنا مثلا ان هو اللي هو مش مهم، بس فاهمين انتوا اكيد فاهمين يعني اللي هو الانيشال اس جي هيقدر يحددها كده من خباياها يعني ولا لا. تمام. فانا اول حاجه عندي العين اللي هو تبقى الشيست بين، ثاني حاجه الانترفينشن اللي هو الانيشال اس جي هنعرضه للانيشال اس جي، وبعدين اشوف اللي هو السلكتيفيتي بتاعته في الدايجنوستيك اوف الاكيوت مايكارديا انفكشن. تمام تمام. يبقى احنا كده خلصنا يعني الحمد لله. والله ديت اطول حاجه. تمام. السمري بتاع التريتمنت قلنا انها مش شرط بس اللي هو يكون الانترفينشن اللي هو ثيرابي، لا ده بيجيش مع حاجات ثانيه اللي هو الاتيولوجي قلنا 3 اس سيرفيس وسوشيال وسيرجري وسي دي ال كلينيكال ثيرابي ودراج واللايف ستايل. قلنا بعد كده عندي يا رحمه بعد الاتيولوجي ايه؟ الدايجنوزيس اللي هو ايمجينج و2 بي باي ماركر و اللي هو كانت ايه؟ باي ماركر وايه يا ولاد؟ وبادي فانكشن تقريبا، ايوه، والبيسكال ايدمنشن قلنا مش هينساها والجينيتك. تمام تمام. تمام. ندخل بعد كده عندي البريجنوزيس كويشن. تمام. البريجنوزيس دي بقى اخر حاجه اللي هو البريجنوزيس، طبعا احنا فاكرين من شرح الدكتور بتاع محاضره امبارح اللي هو لما قال البريجنوزيس دوت مش شرط خالص اللي هو يكون اتحسن، لا ده جود او باد، ريكرنس او ريبليس، رجع تاني يعني، خف ولا مات، كومبليكيشن، التايم سكيل يعني الوقت عبال ما يتحسن مثلا او عبال ما يحصل حاجه ثانيه، والبروجنوستيك ريسك فاكتور. تمام تمام. السؤال دوت انتوا محتاجين ان انا اكتب حاجات ومعلمه عليه، فديت اللي الدكتور محمد صلاح حلها معانا. تمام. تعالوا بس نقرا الاول المثال ونفهم الدنيا ماشيه فيه ازاي. اول حاجه بيقول ايه؟ وات از ذا لايك هود اوف ا بريماتشور بيبي. تمام. ان بيان في البريماتشور بيبي اللي هم يحصل لهم هيرنج بروبلم. تمام. فقال لنا العيانين هنا انا هشمد انا عيانين، بص انا هنا انا عاوز اعرف ايه؟ بص يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنا عاوز اعرف نسبه الهيرنج بروبلم في البريماتشور بيبي. فانا هنا هجيب مجموعه وليكن 50 طفل. تمام تمام. واقسمهم جروبين، جروب 25 وجروب 25، بشرط ان ال 25 دول يكونوا بريماتشور وال 25 دول يكونوا ماتشور نورمال عادي. تمام. وهشوف نسبه الهيرنج لوس في الاثنين، الهيرنج بروبلم في الاثنين هلاقيها يعني عاليه هنا ولا هنا. تمام تمام. فهو قال لنا يعني هي كده. تمام. فاول حاجه انا عندي البيشنت اللي هي البيبي، الانترفينشن عندي اللي هو البريماتشور بيبي. تمام. طيب انا هقارنه بايه؟ بالنورمال بيبي. والاوت كام هنشوف اللي هو الهيرنج بروبلم لايك هودي اللي هي النسبه. تمام تمام. ندخل بعد كده انا عندي وات از ذا سرفايفل تايم. تمام. للميدل ايج وومن ويز لوكالايزد بريست كانسر افتر سيرجيكال تريتمنت. انا دلوقتي عندي ست عندها لوكالايزد بريست كانسر. تمام. انا عملت لها عمليه جراحيه يعني كده، فانا عاوز اعرف هي هتعيش القطر يا رب. تمام. فانا دلوقتي عاوز اعرف اللي هي هتعيش قد ايه. تمام تمام. فدلوقتي انا هجيب دلوقتي ست اللي هي بين لوكالايزد بريست كانسر بس ايه ميدل ايج وومن. تمام تمام. هعمل لها ايه سيرجيكال تريتمنت واشوف ايه قدامها وقت قد ايه.
تمام، يعني هبعت هبحث عن الحاجات دي. طبعا مش هيجيبوا وقت بالظبط يعني كده، الاعمال بيد الله هيجيبوا يعني ايه في حدود المتوسط يعني وكده. دلوقتي في مثلا الناس بتعمل ايه، تقول انا هبحث بالحاجات ديت على جوجل مثلا يعني والكلام ده، او هو مثلا يعمل لي السيرش. فطبعا يعني ده غلط. تمام، مش وقت يعني نتكلم كتير قوي يعني عن جوجل يعني كده، بس الجوجل يعني كده هو اول حاجه مش هيديني سبيسيفيك انشر يعني كده، تاني حاجه اللي هو مش هتكون كل حاجه عليه صحيحه يعني 100%، تمام، على عكس اللي هو الداتابيس التانيه. عشان كده احنا لازم نبحث على سيرش انجين او داتابيس، يعني نبحث على داتابيس يعني معينه يعني احنا واثقين فيها، زي اللي هناخدها ان شاء الله في المحاضره اللي بعد دي. تفضل العظيم. تمام، ندخل بعد كده. طيب دلوقتي انا مش هستخدم جوجل، انا هستخدم ايه؟ لا الاول قبل ما نقول دي، احنا كده الحمد لله اخدنا يا اولاد اللي هو خدنا يعني اللي هو السبورت، ازاي سبورت ماي براكتس، واخدنا البايكو، واخدنا السبع خطوات يعني اللي هو عشان اوصل للبيرفكت بايكو، وبعدين اخدت مكونات اللي هو الاربعه بايكو يعني كده، واخدت اللي هو الاتيولوجي والدياجنوزس والبروجنوزس سمري اوف تريتمنت كويشن. لما قلنا اهم حاجه ان هو الانترفيشن هنا معناه تدخل، مش معناه ان انا بدي عليك. ناخد بعد كده لما اتكلمنا يعني على جوجل يعني كده، واللي هو انا ما ينفعش يا جماعه اللي هو ادخل البحث بتاعي على اللي هو جوجل عادي، لان جوجل والله ما هيديني اجابه فعاله، عشان كده بنستخدم داتابيس ثانيه. تمام، ندخل بعد كده. قال لي بقى ايه؟ قال لي انا عندي الار اكس ايديوكيشنال بريسكريبشن، تمام، زي روشته يعني كده. فدي بقى شوفوا العظم، هتعمل ايه؟ اول حاجه هي تحدد لي المشكله، تاني حاجه هتجيب لي كل الكي اليمنت، يعني هتجيب لي كل المفاتيح، فاهمين؟ تمام، ومش بس كده، لا ده كمان هتحدد لي مين المسؤول انهم يجاوبوا لي على السؤال ده. يعني مثلا ايه، في المحاضره اللي بعد ديت الدكتور قال لنا مثلا ان هي في موقع معينه للجايد لاين، تمام، فاللي هو يقول لي مثلا اللي هو انت عايزه جايد لاين، فهتروح على الموقع دي، وفي مثلا في موضوع الكبد ده هيكون زي الجايد لاين اللي هو الدكتور كان جابها لنا في الداتا يعني كده. تمام، مش بس كده، هي فكرنا بالديدلاين، بالديدلاين ايه يا ربي، بالديدلاين يعني كده. وكمان يا ريتها بس كده على الجمادين، يا ربي على الجمادين. بص كمان هتفكرني بيه اللي هو خطوات السيرشنج، سكرينج ايه السيرشنج يعني، وكريتيكال ابريزل. تمام، تعالوا بقى نقول المحاضره كده سريعه قبل ما نقول المحاضره. والله العظيم انا عارفه ان انا سريعه، تمام، بس والله العظيم غلب عني. تاني حاجه يا رب يعني تكونوا فهمتوا، وانا اصلا يعني مش عارفه الفيديو دوت ولا انهي فيديو بالظبط اللي قلت فيه الشرح مستحيل يطلع زي الفيديو الاول، بس عاوز اقول لكم والله اللي انا موجوده، لو حد احتاج اي حاجه يبعت لي. تمام، فهحاول ان شاء الله يعني نلم النقطه دي في 3 دقائق يعني اللي احنا اخدناهم. اول حاجه قلنا ازاي انا هسبورت ماي براكتس، اول حاجه انا ازاي اثبت لهم اللي انا بعمله صح عن طريق الدليل. طب الدليل انا هنعمله ازاي؟ اللي هو انا احدد الموضوع واعمل الكويشن بتاعنا على هيئه بايكو كريتيريا، ومش بس كده، ده انا هبحث بيه عشان اوصل للدليل. تمام، قلنا البايكو كريتيريا ديت عباره عن استامبه انا بوصل بيها لاجابه سؤال معين، وقال لي البايكو دوت عباره عن ابروتش، الابروتش دوت اللي هو البي بوبيليشن او بيشنت، الاي الانترفينشن، السي الكومباريتور، الاو اللي هو الاوت كم. تمام، وبعدين قلت ازاي ايه سبع خطوات اللي انا اوصل للبايكو سيرش. لا ديت بقى لازم نقراها يعني كده عشان انا مش حافظاها يعني. تمام، فاللي هي اول حاجه اللي هو انا بعمل السؤال، وبعد ما بعمل السؤال بشوف الكي وورد، وبعدين بعمل سيرش استراتيجي. لما قلنا في السيرش استراتيجي عشان اللي هيسال يقول لي البايكو هي نفسها سيرش استراتيجي، قلت لا احنا في السيرش استراتيجي بنفتح كده فايل وورد ونكتب فيه كل حاجه، وبنجيب اللي هي المرادفات الثانيه. تمام، وقلنا هنوضحها اكتر في المحاضره الثانيه زي ما خدنا مثال النهارده. تمام، وبعدين بنفذ السيرش دوت، وبعدين بعدل النتائج، وبشوف اللي هو الدراسات اللي قبل كده يعني، بشوف اللي هو الدليل. تمام، وقلت اللي هو ديت قلتها اللي هو البيشنت البي اللي انا مهتميه بيهم، الانترفينشن مش علاج، الانترفينشن التدخل هنا منها يا اما هكون انترفينشن علاج او تريتمنت او الاكسبوجر، الكومباريتور الناس اللي انا بقارن بيهم، الاوت كام النتيجه اللي انا مستنياها. تمام، دخلنا بعد كده احنا قلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم دي تقريبا الخمسه يعني. السمري بتاع التريتمنت قلت الانترفينشن هنا مش معناه تريتمنت بس، اهي نو تريتمنت. تمام، الانترفينشن هنا بيشمل حاجات تانية زي الاتيولوجي والدياجنوستس والبروجنوستس. قلنا الاتيولوجي 3 اس، سيرجري وسوشيال وسيرفيس، والدي سي ال الدراج والكلينيكال ثيرابي واللايف ستايل. قلنا هنعرف الدي سي ال من اي سي دي ال. تمام، ندخل بعد كده. اول حاجه انا ببحث عندي الاتيولوجي قلتها، ندخل بعد كده انا عندي الدياجنوستس. قلت الدياجنوستس الام امجنج يا اما 2 بي باي ماركر والبادي يا فانكشن، وبعدين قلت جيناتك والفيزيكال اكزامينشن اللي احنا ضربنا عليها مثال يعني كده. تمام، وبعدين اخر حاجه اتكلمنا على البروجنوستس كويشن، قلت البروجنوستس دلوقتي يا اما العيان
هيحصل له ريكرنس، المرض هيجي له تاني او هيخف او هيموت او كومبليكيشن او تايم سكيل اللي هو الوقت اللي هو عبال ما يحصل فيه مثلا حاجه يعني البروجنستيك ريسك فاكتور. تمام. وبعدين اتكلمنا اللي هو ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش استخدم دكتور جوجل، لان دكتور جوجل مش هيديني اجابه كافيه تمام او ان انا ببحث عنه او اجابه افكتيف صحيحه يعني كده. تمام تمام مش وقت اقول لك اللي كنت قلتها اول مره. تمام. ندخل بعد كده قال لي ايه، قال انا ممكن استخدم ار اكس ايديوكيشنال بريسكريبشن دوت. ازاي ده؟ دوت بيحدد لي المشكله مش بس كده، بيحدد لي اللي هو الكي اليمنت كلها، وكمان بيقول لي مين المسؤول انهم يجاوبوا لي، وكمان بيفكرني بالديدلاين، بيفكرني بالديدلاين، وكمان بيفكرني بيه اللي هو خطوات البحث، وكمان ازاي اعمل كريتيكال ابريزل وكده. الحمد لله خلصنا المحاضره ديت على خير يعني، والله فرحانه انها جت نص ساعه في الاول، جه ساعه الا ربع يعني. تمام. دلوقتي بقى نقول يعني الدعاء دوت برضو عشان انا بحبه برضو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تمتك والله انا اسفه بجد يعني لو الشرح مش هيكون عاجبكم يعني، بس ان شاء الله يعني يكون حلو. وتاني حاجه لو انت مش فاهمين اي حاجه ممكن مثلا تحطها مثلا في الكومنتات يعني كده بس.